رجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. بعد ثورة 25 يناير مصر كلها كانت متوقعة ان يتكتب لمصر انا اسفة دستور يليق بيها فعلا، يمثل كل اطياف الشعب المصري، ما يكونش قاصر على فئة معينة هي اللي تكتب الدستور، لان الدستور هي شهادة ما بين اتنين بتتكتب. بس خلينا نقول ان في مقترح اعادة صياغة الدستور المقدم من مجلس الشعب، والمقترح ده مقدم من حكومة الظل. وضيوف الفقره معانا استاذ شريف احمد وزير الخارجيه بحكومه الظل، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ودكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومه الظل، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. خلينا بس نقول تفاصيل الخبر بالظبط، ان ارسلت حكومه الظل الشبابيه برئاسه الدكتور علي عبد العزيز مقترحا لتعديل واعاده صياغه الدستور، وتحديدا بشان اختيار الجمعيه التاسيسيه للدستور الى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب. وتعتبر المقترحات دي رؤيه متكامله للمعايير اللي مفروض تكون موجودة عشان اختيار الأعضاء الهيئة التأسيسية لعمل الدستور. في البداية طبعا حابين نعرف من حضراتكم المقترحات اللي هيتم تقديمها لإعادة صياغة الدستور. والله هو قبل ما نتكلم في الاقتراح، انا عايز بس اوضح يعني نبذه بسيطه عن حكومه الظل للمشاهدين. طبعا حكومه الظل هي حكومه شبابيه اتكونت في الميدان يوم 16/4/2011 بعد الثوره مباشره، بتضم عدد كبير من شباب مصر اللي شاركوا في الثورة. هدفها هو دعم ورقابة النظام الحاكم اللي هي الحكومة الحالية أو أي حكومة بتيجي في مصر. بنعمل من خلال مجموعات عمل في كل وزارة تعمل بشكل موازي للحكومة الحاكمة، دعم ورقابة في نفس دعم الوقت. دعم ورقابة في نفس الوقت. فإحنا دايما بنقدم مبادرات وحلول واقتراحات لبعض القضايا في المجتمع والحاجات الأحداث الجارية أو الأحداث الموجودة في الوقت الحالي. كويس جدا. بالنسبة طبعا الحدث الكبير اللي هو الأهم اللي إحنا كنا بنتكلم عليه من بعد الثورة، اللي هو صياغة الدستور. اللي هو كتاب مصر، الكتاب اللي هيحدد شكل مصر في السنوات القادمة. اللي هو هيحدد مستقبلنا ومستقبل الشباب ومستقبل الأجيال اللي جاية كلها. فطبعا كان هدفنا ان هو الدستور ده يجب ان يمثل كل اطياف المجتمع المصري، كل شعب مصر لازم يشارك في الدستور عن طريق ممثلي. فشاركنا كمجموعات عمل الوزارات كلها في حكومه الظل عشان نشكل اقتراح، نقدر مبادره كده نقدمها لمجلس الشعب في اختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه للدستور. وبالفعل عن طريق نقاشات كتير مع اساتذه في القانون ومع اعضاء حكومة الظل ومع وزير العدل ومع عدد أعضاء، قدرنا عن طريق عدد جلسات إن احنا نحدد بعض المعايير التي تخص اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. ايه هي بقى المعايير؟ المعايير هي تعتبر في شكل سريع، وممكن أستاذ محمود يشرح التفاصيل أكتر. بتتضمن ثلاث حاجات: التمثيل الجغرافي، التمثيل النوعي، والتمثيل الوظيفي. ما انا عايزه بقى تشرح لي بديتيلز كده ونشرح للساده المشاهدين. لا هنشرح بديتيلز وكل حاجه يعني. اتفضل. هو طبعا الدستور زي ما الاستاذ شريف تفضل وقال ان ده كتاب مصر، وده اللي هيحدد ملامح مصر في السنوات اللي جايه. ولكن لما نيجي نبص لتعريف الدستور وايه اللي المفروض الدستور يكون موجود فيه، بنلاقيه ان هو مجموعه قواعد او وثيقه او عقد اجتماعي بين الشعب وبين الحاكم، بيحدد شكل الدوله ونظام الحكم فيها وسلطات الدوله وتنظيمها والعلاقات بين السلطات ديت، سواء كانت السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، وكيفيه الرقابه ما بين السلطات دي وبعضها. بالاضافه ان هو بيحدد كمان الحقوق والحريات العامه والخاصه على السواء. يعني يعتبر كده النظام الاساسي، زي النظام الاساسي للدوله زي النظام الاساسي لاي شركه. ده صحيح. تمام. بتحط الرولز يعني. وبالتالي لازم كل يعني يعتبر العقد اذعان، الشعب يقوم بوضعه، وبالتالي رئيس الجمهوريه او سلطات الدوله كلها بتيجي وتقبل ان هي تحكم او تتولى المسؤوليه في الدوله بناء على العقد او بنود العقد اللي موجوده دي. ده صحيح. وبالتالي اطياف الشعب كلهم لازم يمثلوا فيه. لما نيجي هنبص مثلا لمراحل كتابات الدستور، بنلاقي ان في الاساليب الديمقراطيه ليه في نوعين او في طريقين. اللي هو اسلوب الجمعيه التاسيسيه المنتخبه، ده زي ما تونس عملت كده في المجلس التاسيسي، انتخاب مجلس تاسيسي او جمعيه تاسيسيه تتولى كافه سلطات الدوله بناء عليه بتوضع دستور. لكن المشكله دي ان بيعيبها ان ممكن بعد كده الشعب يرفض هذا الدستور، بالرغم من اللي حط الدستور ده منتخبين من قبل الشعب بانتخاب حر ومباشر. الاسلوب الثاني عندنا الاسلوب اللي احنا بنعمله دلوقتي، بتقوم السلطه الحاكمه باختيار جمعيه تاسيسيه لاعداد دستور او اعداد مشروع دستور، وبعد كده بيعرض على الشعب الاستفتاء، وده ما يعرف باسم او بنظام الاستفتاء الشعبي او اسلوب الاستفتاء الشعبي لاعداد الدستور. بكرر تاني، لازم كل اطياف الشعب يكون ممثله فيه بلا اقصاء اي فصيل، سواء كان اقليه اغلبيه اكثريه، وفقا لاي معيار. وبالتالي لازم سواء نراعي في التوزيع الجغرافي على مستوى الدوله ككل،
مثلا في فئات كثيره مهمشه في الدوله زي سينا، زي النوبه، زي الواحات، زي المصريين بالخارج. الفئات ديت كلها لازم يكون لها اعتبار، ولازم تكون ممثله عند عدد الدستور، أكيد. وده احنا رعيناه. يعني مثلا لما جينا قسمنا المعايير او حطينا معايير رئيسيه، اول حاجه المعيار الجغرافي لازم يكون مثلا في النوبه وسينا والواحات والدلتا والصعيد والاسكندريه والمصريين بالخارج، سواء كانوا المصريين الموجودين في البلدان العربيه أنا كنت او لسه أقول لك موقف المصريين في الخارج، اتفضل. نعم؟ كنت لسه هسأل لا، حضرتك انا عن قلت موقف لحضرتك يعني بالظبط، اتفضل. سواء في البلدان العربيه او في البلدان الاوروبيه او في القارات الدول الاجنبيه عموما يعني، او الغير الاشقاء زي أوكي عشان انجاز التعبير يعني. ماشي. وبالتالي لازم عنصر من هنا وعنصر من هنا، سواء كان في بلدان عربيه او بلدان اجنبيه لازم يكون في عناصر من النوبه. بناء او المعيار الثاني عندنا اللي هو المعيار الوظيفي، لازم تكون كل وظائف او كل فئات الشعب بكل اطيافهم ممثله فيه، بدءا من التمثيل الشعبي اللي هم اعضاء مجلس الشعب والشورى، نواب الشعب، الاكاديمي، الجامعات، المفكرين في الجامعات وفي مراكز البحوث. الفنانين ما انا جاي عن لحضرتك، طريق النقابات، اهل يعني هم العلم بيمثلوا عن طريق والثقافه، النقابات. بالظبط. النقابات اللي موجوده لازم تكون ممثله، الحزبي، التيارات الدينيه اللي موجوده او المؤسسات الرسميه اللي بتمثلها زي الازهر والكنيسه، كل واحد لازم يتولى ترشيح طبعا. اعضاء منه، ومجلس او لجنه مجلس الشعب هي اللي بتختار الكلام ده كله. والشخصيات العامه في المجتمع. والشخصيات العامه اضف في النهايه يعني. طبعا لما نيجي هنرجع للماده 60 او من الاعلان الدستوري، قالت ان مجلس الشعب بيجتمع الاعضاء غير المعينين اللي هم الاعضاء المنتخبين اللي هم 30 مجلس الشورى ومجلس الشعب بالكامل الا 10، دولت هم اللي بيجتمعوا لاختيار لجنه لاعداد مشروع دستور، ده صحيح. وبالتالي لهم حريه، كامل الحريه في اختيار اي فرد يشاؤوه او اي فرد يختاروه، لا قيد عليهم ولا سلطان الا اختيارهم هم. فالكلام ده كله يعني يعتبر اجتهاد مننا، او نحاول نلفت نظرهم ان في فئات معينه، واحد اثنين ثلاثه، يا ريت تاخدوا بالكم منهم عند اختيار الجمعيه دي. بالظبط. فبناء عليه قدمنا المقترح ده، راعينا فيه الابعاد كلها اللي هي التمثيل الجغرافي والوظيفي والنوعي، حطينا فيه شروط رئيسيه زي بالنسبه للتمثيل النوعي وضع الاخوه المسيحيين في الدستور، وضع المراه، وضع الشباب، لازم يكون الشباب دون 35 ممثلين ب10 على الاقل، المرأة ممثلة ب10 على الأقل، المسيحيين ممثلين ب10 على الأقل، ودي برضو في النهاية معايير استرشادية، ممكن يزيدوا وممكن يقلوا بحسب اختيار مجلس الشعب أو اللجنة المشكلة منه. تاني رجعنا بقى في التمثيل الشعبي أو البرلماني، حددنا إن البرلمان ممكن يكون ممثل ب35 عضو من ال100 عضو اللي هم أعضاء الجمعية الأساسية لإعداد الدستور. ال35 عضو دولت لازم بيراعى فيهم تمثيل الاحزاب والمستقلين والاحزاب الدنيا والاحزاب العليا، كل على حد سواء. حددنا مثلا الحريه والعداله باعتبار ان هو صاحب الاكثريه في مجلس الشعب والشورى لا، هو صاحب الاغلبيه في مجلس الشورى وصاحب والشورى. الاكثريه في مجلس في مجلس الشعب. ماشي، بس تمام. عشان بس الفرق اللفظي ما بين الاثنين. وبالتالي حددناها ب 12 عضو، يعني هو كده اقل من نسبته الحاكمه في الاثنين. وبالنسبه لحزب النور 7، وبالنسبة مثلا لحزب الوفد 4، والديمقراطي الاجتماعي 3، والمصريين الأحرار 2، وحزب الوسط 1، ودولة الأحزاب الممثلين بأكثر من 10 أعضاء أو ب10 أعضاء على الأقل. تمام. بعد ما حددنا التمثيل الحزبي، رأينا برضو المستقلين لازم يكونوا ممثلين ب2 على الأقل، كل واحد بيتقدم مجلس الشعب ومجلس الشورى هم اللي بيختاروا الاثنين المستقلين. برضو الأحزاب التي تمثل بأقل من 10 لها رعيناها برضو في تمثيل البرلمان في لجنة إعداد الدستور، إن هي تكون مكونة ب4 أعضاء على الأقل. ال4 أعضاء دولت من يتقدم منهم مجلس الشعب يختاره، لكن يكون لهم نسبة معينة اللي هم ال4 مقاعد دولت في الجامعات الأساسية. هل في كمان هيبقى في دور أكيد لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أكيد أكيد احنا حطينا برضه في حاجات الشخصيات لازم العامة تراعى فيها، ودي ده هتكون طبيعي. مدرجة في العمل النقابي أو الجامعات الأهلية، لأن احنا لما جينا مثلا في النقابات حددناها ب10 مقاعد. 5 مثلا النقابات الرئيسيه زي المحامين والاطباء والمهندسين، النقابات صاحبه الاغلبيه في الشارع المصري او اللي بتمثل طوائف او وظائف كبيره جدا او قطاعات عريضه منها، دول حددناهم ب10، 5 للنقابات الرئيسيه اللي هم الخمسه دول، و5 ثانيه للنقابات الاقل او ذات التمثيل الاقل او اللي بتضم وظائف عدد اعضائها يقل مثلا عن 1 مليون بحسب النسب اللي موجوده. اللي بعد كده في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه، لهم برضو معمول حسابهم، ثلاث ولهم اعضاء نسبه 3 اعضاء. من يتقدم منهم مجلس الشعب او مجلس الشورى بيختاروا منهم ال3 اعضاء. في عندنا تاني التمثيل الديني زي ما قلت لحضرتك، بالظبط. الازهر والكنيسه،
كل جهة بترشح 3 أعضاء، ومجلس الشعب بيختار من هنا واحد ومن هنا واحد، من الثلاثة من هنا ومن الثلاثة من هنا. هل في شروط معينة لانتخاب الأعضاء دول؟ حطينا شروط معينة، يعني مثلا الشروط بالتأكيد لازم أول شرط منهم أو الشروط المطلوب توفرها وسن فيهم معين ما كمان؟ تقلش عن الشروط المطلوب توفرها في أعضاء مجلس الشعب والشورى بأي حال من الأحوال، اللي هم يكونوا من أب من أبوين مصريين، يكون السن ما يقلش عن 25 سنة، أدوا الخدمة العسكرية، ألا يكون أسقطت عضوهم في البرلمان. وحطينا بعض الشروط التانية، إن هي ألا يقل مثلا ألا يكون أحد أعضاء الحزب الوطني قبل كده، وحطينا برضو شرط تاني اللي هو ما يكونوش من مسؤول الإدارة العليا اللي بتتولى عمليات الترشيح، يعني مثلا من الإدارة العليا اللي موجودة في الأزهر ديت ما ترشحش مثلا حد من أعضائها. على سبيل المثال المجتمع الأكاديمي والبحث حددناه بالمجلس الأعلى للجامعات، هو اللي بيختار 30 عضو أو بيختار 30 شخصية بيرشحها مجلس الشعب ومجلس الشورى، بيختار منهم 10 أعضاء برضه ما يكونوش من رؤساء الجامعات أو نوابهم أو من أعضاء المجلس بالظبط. الأعلى للجامعات، علشان ضمان الشفافية والنزاهة، ومحدش مثلا يجي يقول لا ده أنا ممكن أشارك وأنا الأفضل وأنا الحق باعتبار إن أنا رئيس المكان. حددنا تاني وعملنا كمان آليات عمل لسير الجامعات التأسيسية دي، حددناها مثلا إن هي تنتهي من إعداد مشروع الدستور خلال 6 شهور وفقا لمرضى بالإعلان الدستوري على الأكثر. حددنا مثلا إن هي يكون تشكل في أول اجتماع ليها هيئة مكتب مكون من رئيس ونائب رئيس وامين عام وامين عام مساعد. اقترحنا ان هي تقسمها الى لجان عديده تتولى كل لجنه دراسه مثلا باب معين في الدستور، تحدد شكله وتتضمن صياغته وتعمل نقاشات مع المجتمع المدني او مع المتخصصين والخبراء في هذا المجال. زي مثلا هنلاقي عندنا نظام في بعض الامور زي نظام الحكم في الدوله، هل مثلا هيبقى نظام برلماني ولا نظام رئاسي؟ ده هيبقى لحد دلوقتي قصير ما جدا. نعرفش. لا ما هو ده اللي كله اللي هيحدده بالظبط. الدستور، وفي دي النهايه النقاط انا اللي بقول مقترحه في الخلاف، يعني احنا محددين حتى نقاط النقاط الخلاف اللي ممكن الخلافيه. تحصل في اللجنه اعداد الدستور نفسها. ايه يعني نقاط الخلاف اللي ممكن؟ يعني من ضمن نقاط الخلاف اللي احنا شايفين ان هي جايز، يعني بالراي العام شايف ان هي الجزء ده هيبقى فيه خلاف كتير، اللي هي الماده الثانيه في الماده الثانيه الدستور، في الدستور. نقطه النظام المصري هل هيبقى نظام برلماني نظام شبه رئاسي نظام رئاسي. النقاط دي برضو احنا حطيناها كمقترحات وحطيناها في ضمن اعداد الدستور. يعني طب خليني اقول هنعرف ازاي او كيف سيتم الاعلان عن قرارات الجمعيه؟ هل هيبقى في ويب سايت مثلا معين؟ اتكلمنا برضو ان من لازم تنشئ موقع الكتروني للتواصل مع الجمهور، من لديه مقترحات تعرض ما تم او اخر ما توصلت اليه على الجمهور لاستطلاع الاراء وابداء الاقتراحات من الراي والراي الاخر، وبالتالي نقدر نوصل لدستور توافقي الناس كلها برضو تكون قالت رايها فيه، مش تبقى الجمعيه التاسيسيه بس. حددنا كمان ان لازم علشان الموافقه على مشروع الدستور حضور 50% من المقيدين في جداول الانتخاب، لان ما يجيش مثلا يحضر لي 20% من المقيدين ونيجي نقول الشعب وافق على الدستور. طبعا يعني ده دستور كل المصريين لازم كلنا نشارك فيه. إذا لم يتم الموافقة على مشروع الدستور تحل هذه اللجنة ويعاد تشكيل لجنة أخرى. يعني إحنا برضو بنتمنى العملية طبعا الانتقالية، حتى برضو حطينا شروط للأعضاء اللي موجودين. الأعضاء لازم ما يتغيبوش 3 جلسات متتالية أو 5 مرات أو 5 جلسات متقطعات، يعني حرصا طبعا على حسن سير العمل وحرصا برضو على الاهتمام، وإذا حد بدر منه هذا المسلك بيعاد انتخاب غيره وفقا للمعايير السابقة. رعينا برضو الجهات الأخرى في الدولة زي العسكريين زي رجال الشرطة، المجلس الأعلى للشرطة بيرشح 3 أعضاء، اللجنة بتختار منهم عضو، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيرشح 3 أعضاء، اللجنة تختار منهم عضو. كنت لسه هسألك الاتحاد موقف العام، المجلس الأعلى أو موقف القوات المسلحة من الدستور. ما دي من النقاط الخلافية اللي موجودة في الدستور. بالظبط. وضع الجيش هيبقى إيه؟ طبعًا زي ما شفنا من حوالي 3 أو 4 شهور وثيقة السلم عملت إيه في المجتمع المصري؟ مزقته إلى نصفين، أحدهما مع الوثيقة أو مبادئ الحاكمة للدستور. بالظبط. والآخر مع أو ضد المبادئ الحاكمة للدستور، وشفنا الأحداث اللي اتبعت بعدها وكانت يعني أمر غير مقبول في الشارع يعني المصري. دي من نقاط الخلاف اللي موجودة كمان. يعني مثلًا في بعض الرسوم الكاريكاتيرية وصوروا الموضوع ده، إيه هي المبادئ فوق الدستور؟ حط الدستور ويقعد فوق. فديت يعني من النقاط الخلافيه الكبيره جدا، وما فيش حد يقدر او سلطات الدوله تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه، المفروض ال3 سلطات دولت بيتولوا اعمال الرقابه ما بينهم وبين بعض، مجلس الشعب هو يسن القوانين، القضاء يحكم في الاحكام او يفصل في المنازعات، السلطه التنفيذيه هي المنوط بها التمثيل، وده بيؤدي في النهايه ان هيبقى عندنا دوله متوازنه او بنوزع سلطات ما بين اكتر من جهه، مش هيبقى في سلطه واحده او حزب واحد هو اللي بيجمع كل السلطات فيه. واحنا كنا بعد ثوره 25 يناير عامه كنا بنحلم بدوله المؤسسات،
ما ان هقول سواء لحضرتك رئيس جه سواء نائب مشي اي حد هتفضل الدوله زي ما هي. الدوله ميزانها لا يختل بالزبط. بزوال رئيس او قدوم رئيس. يعني الواحد يعني حزين في نفس الوقت المطلوب زعيم ورئيس الجمهوريه اللي هيجي هو اللي البلد هتظبط بعديها. يا جماعه تمام، بس في نفس الوقت احنا بنتمنى ان فعلا زي ما قلنا يبقى في دوله مؤسسات، رئيس يمشي رئيس يجي، الدوله زي ما هي ما يحصلش اي. وبالتالي كان حضرتك لو تفتكر كان صار لغط وفقا طب اللوائح والقوانين اللي موجوده والدستور 71، الدستور سقط بقيام الثوره، ده وضع طبيعي، واقرته المحكمه الاداريه العليا برضه. اعلان دستوري برضه مش علينا المواجع بقى. راينا في المعايير اختيار لجنه اعداد الدستور حاجتين مهمين جدا، ان هو عدم سيطره حزب الاغلبيه على اللجنه نفسها، وده ممثله في 35 عضو من المجلس الشعب فقط، وما بتبقاش من النظام حزب الاغلبيه مش فقط، مش حزب واحد بس، مش حزب هو الموجود. وتاني حاجه مهمه برضو اللي هو عدم وجود اي حد من النظام السابق او من الفلول الحزب الوطني في لجنه صياغه الدستور، عشان احنا بنبني مستقبل جديد، بنبني دستور لبلد لقدام، فمش عايزين حد شارك او شارك في الفساد اللي حصل في السنين اللي فاتت كلها في 30 سنه. وفي نفس الوقت مش معنى ان عندي دلوقتي حزب اغلبيه الشارع اللي جايبه او الشعب هو اللي جايبه ان هو هيفضل مستمر في المستقبل. صحيح. هو الاغلبيه بالزبط. اكيد ممكن في اي وقت يبقى هو الاقليه وفي اغلبيه ثانيه. طيب عشان كده راعينا النقطه دي. طيب خليني سؤال سريع، رد فعل الدكتور سعد الكتاتني على المقترح ده. والله لسه لم نتلقى اي اجابه على الرد. احنا قدمنا الطلب وفقا لما عرض ان هو هيفتحوا باب التقدم لحد يوم الخميس الماضي، وبالفعل قدمناه في اخر لحظه اللي هو حوالي الساعه 2، ولسه مش عارفين رد الفعل ايه. هم بالتاكيد في جهات كتير قدمت مقترحات، الدكتور عمرو حمزاوي كان قدم مقترح ونشر في الجرائد في بدايه الاسبوع، فمش عارفين لسه ايه النظام اللي هياخدوا بيه او هم هيمشوا عليه. ممكن يجمعوا او يعملوا محصله ما بين من كل الاقتراحات ديت ويطلعوا بموديل فورم او مقترح نموذجي هو اللي هيمشي في اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسيه. كمان كنا حاطين شرط يعني خطير جدا، ان لازم اعضاء الجمعيه التاسيسيه ديت يحظر عليهم تولي اي منصب تنفيذي في الدوله خلال الثلاث سنوات القادمه. لازم بصراحه. يعني مثلا مش ممكن يحط هو بالشكل ده، هيحط دستور على يعني نقول على مقاسه. ايوه اكيد. مثلا يكون في جهه معينه وعدها بمنصب معين. يعني دي حاجه غير متصوره في لجنه اعداد الدستور. المفروض ناس محايدين، ناس مستقلين، ناس بيعبروا عن فئات الشعب بالكامل. فيه برضو بالنسبه للشخصيات العامه برضو لازم تكون من ناس لها ثقل في المجتمع، وبرضو اعضاء ال 25 دولت من الشخصيات العامه اللي حددناهم في المقترح بتاعنا، لازم الشباب دون 35 ما يقلوش فيهم عن 5، والمراه ايضا لا تقل عن 5، ويكونوا من شخصيات ذات قيمه وتاثير في المجتمع، زي مثلا الدكتور زويل، الدكتور مصطفى السيد، ناس علماء ومفكرين. مصر مليانه كتير يعني. بس ما تنسوش بس تمثيل المراه يعني، عشان لا بجد لا يعني اكيد. عشان حاطين شرط اساسي لا يقل عن 10 احنا قلنا على الاقل. طيب خليني اشكركم، وضيوف الفقره كانوا معانا استاذ شريف احمد وزير خارجيه بحكومه الظل، شكرا. ودكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومه الظل، بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده. ونتمنى ان شاء الله ان فعلا يتكتب دستور يليق بمصر بعد الثوره ان شاء الله، وفعلا ما يبقاش مسيطر عليه اغلبيه معينه يعني. لا هيسيطر على الشعب المصري، مش هيسيطر على اي حد. نتمنى طبعا، لان في الاخر فعلا باور تو ذا بيبل زي ما بنقول، او السياده للشعب المصري في الاخر، عشان الدستور بعد كده هيبقى فيه استفتاء، هيوافقوا مش هيوافقوا. وهو من مبادئ الديمقراطيه ان الشعب مصدر السلطات. بالظبط. طبيعي. ده اللي بنتمنى. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بقى فقرات نهارك سعيد، فخليكم معانا.